السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو من وزارة التعليم العالي. تقول وزارة التعليم العالي: نفتخر بعدم تسجيل أي حالة غش في الامتحانات النهائية الحضورية والإلكترونية في الجامعات كافة خلال هذا العام. يعني تقول وزارة التعليم العالي بالنسبة للجامعات تقول ماكو أي غش، يعني عدم تسجيل أي حالة غش في الامتحانات النهائية الحضورية والإلكترونية في الجامعات. خليكم ويا الفيديو. الله بخير. الله بخير. لم تسجل أي حالة غش مو هالشكل حسب إعلانكم. والله. بالتالي شنو الإجراءات اللي اتخذتوها هالسنة بامتحانات هاي السنة وتختلف عن الإجراءات السابقة وبالتالي قدرتوا توصلون إلى عدم تسجيل أي حالة غش؟ ابتداء شكر لكم على هذه الاستضافة وعلى تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم. حقيقة العنوان اللي قرأته حضرتك كان مفرح، أنه وزارة التعليم العالي تفتخر بعدم وجود حالات غش، لكن من